بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة، انطلاقات أشواط سن الإذاع وشوطنا الخامس الخاص بالإذاع الأبكار المحليات. تنطلق هذه الأسماء تتنافس، تبحث عن الفوز، تبحث عن الناموس، عن الانتصار الغالي في انطلاقات عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث التحديات الكبيرة هنا ما بين هذه الشعارات الواضحة الظاهرة أمامكم يا متابعين وتابع انطلاقة الشوط. انطلق بالصدارة وبالمركز الأول، الكايدة على الصدارة، سالم بن سليم بالورع العامري هو من يسيطر على المركز الأول. المركز الثاني من حافة غدير بن محمد بن غدير العفاري قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث وتابع هملولة على المركز الثالث، سالم بن محمد بن حريك المنهالي. والمركز الرابع وتابع الأسماء وتابع الشعارات الحاضرة المتنافسة هنا، قدوم الشاهينية مانع بن أحمد بن رحمة الشامسي، والقدوم والوصول من صفوة صالح بن علي بن صالح الحميري يتقدم، كذلك القدوم من الهائلة مهير بن سيف بن نايع بن واس الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق وينضم لكوكبة الأسماء. هذه ستة مراكز الأولى عديناها. المركز السابع أشوف القدوم، أشوف الوصول عالية، حميد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي على المركز السادس هنا في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة، وعلى المركز السابع. المركز الثامن أجد في هذه اللحظات صوغة محمد بن علي بن حماد الشامسي على المركز الثامن، بينما اللي على المركز التاسع حضور بانطلاقتها، حضور بشعارها، وأحمد بن حامد بن حمل حبروت. بينما أتابع المركز العاشر التدخل من الظفرة محمد بن عبيد بن عيد المنصوري قادم بهذا الشعار مع هذه الانطلاقة. هذه الأسماء الأولى، يا من تتابع ويا من تراقب، والمراكز العشر المسموح لها بالنداء في انطلاقة شوطنا الخامس في بداية الجولة الثانية الخاصة في تحديات سن الجذاع وتحديات المحليات الأبكار. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. بن رحمة يتقدم على المقدمة، ينطلق بالشاهينية مانع بن أحمد بن رحمة الشامسي على المركز الأول، يتقدم بهذا الشعار الكبير، الشعار المعروف، شعار يقدم مستويات كبيرة. بينما القدوم على المركز الثاني بالورع العامري على المركز الثاني يقدم لنا الكايدة، سالم بن سليم بالورع العامري
حضر هنا عن المركز الثاني، تقدم في هذه اللحظات المركز الثالث الوصول من الهايلة مهير بسيف بن نايع بونواس الاكتبي على المركز الثالث، يتقدم ويقدم لنا الهايلة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلكم راعي عباب، بدأ يتقدم في هذه اللحظات، بدأ ينطلق بصفوة، صالح بن علي بن صالح الحميري يتحرك وبدأت تتحرك صفوة إلى المراكز الأولى الأمامية حينما سمعت باسم عباب وتاريخه وإنجازاته. ولكن شوف القدوم من راعي حضور هي القادمة، أحمد بن حامد بن حمى الحبروت يتجاوز أيضا هو الآخر بشعاره وبانطلاقته إلى المراكز الأولى. ولكن شوف الدخول، أول نداء للذاير بخيت بن علي بالخصواني المنصوري ينطلق في هذه اللحظات، يتجاوز على المركز الرابع برحمة وشعاره، على المركز الخامس مع الشاهينية، المركز السادس القدوم من قمرة مبارك بن قطامي بن سعيد الخيلي على المركز السادس، والمركز السابع قدومي عالية وصولي عالية، أحمد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي يتدخل يهاجم في هذه اللحظات، الكايدة قادمة الكايدة واصلة، على المركز الثامن وشعار سالم بن سليم بالورع العامري، المركز التاسع الدخول والتدخل من غازية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصور، المركز العاشر اللي بدأ يتجاوز في هذه اللحظات وصول الشعار الاقتصادي يقدم لنا الباهية، شعار سعادة فرج بن علي بن حمود قادم وبكل قوة مع هذه الأسماء مع هذه التحديات. نداؤنا الثاني انتهى، نداؤنا الثاني انقضى، يا من تتابع هذه الشعارات، يا من تتابع هذا التحدي، هذه الإثارة الكبيرة ما بين هذه الأسماء ما بين هؤلاء المتنافسين الباحثين عن المركز الأول عن الانتصار الأول. ولكن شوف المقدمة، شوف الهايلة، هايلة بأدائها، هايلة بانطلاقتها، مهير بن سيف بن نايع بونواس الاكتبي يتقدم عن المركز الأول على صدارة هذه الأسماء. المركز الثاني صفوة هي القادمة، صفوة هي الواصلة، صالح بن علي بن صالح الحميري قادم بشعاره يتجاوز الأسماء، ينطلق على المركز الثاني بكل قوة راعي عباب، المركز الثالث وتابع القدوم والوصول من الذاير بخيت بن علي بالخصواني المنصوري يقدم لنا الذاير، الذاير على المركز الثالث، المركز الرابع قدومي وحضوري حضور أحمد بن حامد بن حم الحبروت والوصول كذلك في هذه اللحظات من قمرة مبارك بن قطامي بن سعيد الخيالي. ولكن شوف الاقتصادي وتحركاته، الاقتصادي وتهديداته للأسماء والشعارات للنواميس بشكل عام، يتحرك راعي الباهية، ينطلق راعي الباهية شعار سعادة فرج بن علي بن حمود، ولكن بن نصرة قادم مع زرارة قادمة في هذه اللحظات، شعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري في هذه الأثناء. ولكن شوف التحدي، شوف الإثارة، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، ولعت ما بين هذه الأسماء، ولعت ما بين هذه الشعارات، لمن الفوز، لمن الناموس، لمن الانتصار. ولا
لكن رجل المفاجآت والشعار الاقتصادي هناك في تحدي في إثارة كبيرة القادم بانقطامي الخيالي، ولكن شوف الصدارة غير رجل المفاجآت، غير رجل المفاجآت زرارة 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 وشعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري انطلق بهذا الأداء بهذا المستوى الكبير على المركز الأول. المركز الثاني قمرة مبارك بن قطامي بن سعيد الخيالي، ولكن بن نصر الباهية الباهية، ولكن شوف بن حريك، شوف بن حريك حرك عليهم وروح إلى الفوز يا بن حريك. شعاره يقدم مستويات مذهلة بن حريك، انطلق بهملولة سلامي عليك يا سالم، سلام سالم بن محمد بن حريك المنهالي ينتزع ناموس الشوط بكل جدارة بكل قوة واستحقاق، سلام راعي هملولة سلام. المركز الثاني قمرة مبارك بن قطامي بن سعيد الخيلي، المركز الثالث كان الوصول من الباهية بشعار سعادة فرج بن علي بن حمودة، المركز الرابع كان التدخل من حافظ غدير بن محمد بن غدير الحواري، والمركز الخامس كان الدخول من زرارة شعار سعادة صالح بن محمد بن ناصر العامري. تهانينا والناموس للجميع. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الانطلاق الأول، هناك بانطلاقة اللي حلت على المركز الأول هملولة سالم بن محمد بن حريك المنهالي، والتوقيت 9 دقائق 17 ثانية جزئين 2 من الثانية. سلام بن حريك سلام المركز الثاني، كان الحضور على المركز الثاني من الباهية شعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، 9 دقائق 19 ثانية 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الوصول، المركز الثاني إذن كانت قمرة مبارك من قطامي بن سعيد الخيل، المركز الثالث 9 دقائق 19 ثانية 9 أجزاء من الثانية كانت الباهية بشعار سعادة فرج بن علي بن حمود. تهاني الناموس للجميع.